بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على فضل الله تعالى أكرمنا بالنعم الكثيرة، ووجدنا أن كثير من المشاكل الصحية التي الإنسان يعاني منها ممكن تغلب عليه بأساليب بسيطة، لا أقول ميسرة، أقول بسيطة، لأن في البساطة قوة. فتصوروا كيف أنه ناس تعانوا من الضغط المرتفع. الضغط المرتفع ممكن يدمر الكلى، يدمر الدماغ، يدمر العين، ويدمر كثير من راحة الإنسان. فتغلب على هذا الضغط المرتفع أول شيء لابد أن نقوم به بداية وقبل كل شيء هو أننا نأخذ زيت الزيتون. علاش زيت الزيتون؟ عندما نأخذ لتر من زيت الزيتون ونأخذ 3 ملاعق كبار على الريق، ممكن نضيف على زيت الزيتون ثوم مشوي، ثوم طازج مقشر 100 غرام في اللتر. هذا الزيت الزيتون الذي رقدنا فيه الثوم الطازج المقشر وجدنا على أنه من أرفع ما فيه لإعادة التوازن عمل القنوات الدموية وعمل الشرايين وعمل القلب، لأن الضغط المرتفع كاين عناصر كثيرة تتدخل في توازن الضغط اللي هما القنوات الدموية والقلب. حقا كاين المزاج وكاين السمت وكاين التوازن راحة الإنسان. إذن فأول شيء نأخذ زيت الزيتون مع الخامسة صباحا ساعتين قبل الإفطار، لأن هذا زيت الزيتون أول ما يقوم به تنقية القنوات الدموية، ثانيا تقوية القنوات الدموية، ثالثا تقوية القلب، رابعا وخامسا تقوية الشرايين، تقوية الكلى، تنقية الكبد وتقويتها، تنقية الدماغ. فنجد التوازن الهرموني متميز، لأن من بعد 3 أشهر من أخذ كل يوم 3 ملاعق قبل ساعتين قبل الإفطار وجدنا على أن هذا الأسلوب من أرقى ما فيه لضبط كل المشاكل المتعلقة بالالتهابات وعياءة القنوات الدموية. وهذا الأسلوب استطعنا بفضل الله تعالى أن نحصل على التوازن، توازن الضغط، الشغال، حسن الشغال القنوات الدموية والدماغ والقلب ثم الدماغ والكبد والكلى. هذا أسلوب، هذا نقطة أولية. نقطة ثانية، لابد من التنقية. كل ما ضعفت القنوات الدموية عن طريق الكيماويات والتغذية السيئة ثم كثرة الدهون، فنجد الكوليسترول مرتفع، الأسيد أوريك وهكذا، وجدنا على أنه الماء المغلي منقي من الدرجة الرفيعة. عندما نأخذ ماء مغلي لا نأخذه على الريق، بالعكس نأخذه قبل الأكل بساعة ونصف. عندما نفطر ونأخذ الإفطار بالطريقة الصحيحة، ساعتين بعد الإفطار نأخذهم بين 10 و11 صباحا. عندما نأخذ لتر من الماء المغلى نغلي الماء المعدني ونشربه لتر إلى لتر ونصف ساعتين بعد الإفطار، إذن حوالي 10 و11. وهذا الأسلوب من أخذ الماء المغلي في هذا الزمان وجدنا على أنه من أرقى في طرد الدهون كلها الفاسدة، بما فيها انتفاخ البطن، انتفاخ الأمعاء، الدهون المتراكمة في جنبات الجسم، ثم الدهون التي تفسد على الدماغ العمل وتفسد على القلب العمل وتفسد على الكبد والقلب والشرايين والكلى العمل. فوجدنا بهذا الأسلوب أخذ الماء المغلي بالطريقة الصحيحة وجدنا على أننا باستطاعتنا إنزال كل الدهون الزائدة وكل الأحماض الزائدة وكل التراكمات الزائدة في الجسم، وهكذا نجدد المناعة. أقول تجديد المناعة بمعنى تجديد فيزيولوجيا جديدة ثم مناعة متميزة، فالجسم يشتغل بشكل صحيح. نأخذ مرة ثانية هذا الماء المغلي مع الخامسة عصرا أو بعد العصر، دائما نأخذه بعد الغداء ب3 إلى 4 ساعات. هذا الأسلوب من الماء المغلي وجدنا على أنه قوي جدا، لأنه كل أكل بعد العصر فهو ضعف وإضعاف للقلب والشرايين. كل ما أخذنا هذا النوع من المواد بالطريقة هذه التي تكلمنا عنها نساعد القلب والدماغ والأمعاء للاستراحة بشكل صحيح، وهكذا نحترم التوقيت الزمني للجسم، التوقيت الزمني للمحيط، والتوقيت الزمني لكل مادة صالحة للجسم. وكلما أردنا أن نستفيد من أي تغذية فالأفضل أن تكون تغذية نأخذها في الصباح ومع الغداء وقبل العصر، وكل تغذية كان من الإلزام ومن الضروري أكلها بعد العصر تكون عصائر فواكه خضار غير مطبوخة، تكون طازجة طرية وغير وليس المعلبات بل الطري من الخضر والفواكه، وهكذا نستفيد في قمة من الراحة والتمتع بالصحة الجيدة.